لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلاب الصف الثالث بمدارس ابن خلدون، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم. بنكمل درس السابق وهو كان الصوت. درسنا في الدرس السابق الصوت، وقلنا هو مؤثر خارجي يؤثر على الأذن فيسبب الإحساس بالسمع، وينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الأجسام المحدثة له. أيضا قلنا أن الصوت شكل من أشكال الطاقة. اليوم بنكمل مع بعض درس الصوت وبندرس خصائص الصوت. أول شيء أبطال، بناخد مع بعض خصائص الصوت. نلاحظ أن هناك أصوات مختلفة يمكن التمييز بينهما دون مشاهدة مصدرها. إزاي أبطال؟ أنا عندي الحين هناك أصوات مختلفة، إزاي أميز بينهم؟ بميز بين الأصوات من خلال شيء يسمى خصائص الصوت. أول شيء عندي، أول خاصية هي شدة الصوت. إيش هي شدة الصوت؟ ما هي إلا خاصية تميز بها الأذن الأصوات من حيث القوة والضعف؟ شلون هذا؟ الحين أنا بستطيع أن أميز بين صوت أبي وصوت أخي الصغير، كيف؟ كيف أميز؟ أول شيء بيكون واضح لي هو شدة الصوت أو قوة الصوت، فنجد أن صوت أبي قوي أنه مرتفع أو عالي، أما صوت أخي الصغير بيكون منخفض. يبقى أول شيء أو الخاصية نستطيع أن نميز بها بين الأصوات هي شدة الصوت. شدة الصوت هي خاصية تميز بها الأذن الأصوات من حيث القوة والضعف، فهناك أصوات قوية وهناك أصوات ضعيفة، من خلال ذلك نستطيع أن نميز بين المصدر دون أن نشاهده. فعلى سبيل المثال صوت الطائرة أشد من صوت السيارة، أي أنه أعلى منها. هناك شيء آخر يا أبطال وهو درجة الصوت. درجة الصوت خاصية تميز بها الأذن الأصوات من حيث كونها حادة أو غليظة، أي أن هناك أصوات حادة وأصوات غليظة. فصوت المرأة دائما حاد، أي عالي التردد عالي الدرجة، أم رفيع، أي صوت أم صوت. أما صوت الرجل فيكون غليظ. تاني أبطال، درجة الصوت خاصية تميز بها الأذن الأصوات من حيث كونها حادة أو غليظة. فصوت المرأة دائما حاد عالي الدرجة عالي التردد، أما صوت الرجل فيكون منخفض التردد ومنخفض الدرجة، أي غليظ. الحين أبطال بنشوف مع بعض تركيب الأذن. بنلاحظ يا أبطال أول شيء عندي الأذن الخارجية، هلاقي صوان الأذن، بعدها القناة السمعية، يبقى هذه تمثل صوان الأذن، هذه القناة السمعية، هذه طبلة الأذن، هذه كلها مع بعض تسمى الأذن الخارجية. يبقى أول شيء عندي صوان الأذن، بعدها القناة السمعية، بعدها طبلة الأذن. الأذن الوسطى اللي هي بتكون من العظيمات الثلاثة، وعندي الأذن الداخلية اللي فيها هذه تسمى القوقعة، وهذا العصب السمعي. طيب كيف أسمع الأصوات؟ أول شيء أبطال بنلاحظ بيقوم
صوان الأذن هذا بتجميع موجات الصوت وتوجيهها عبر القناة السمعية نحو طبلة الأذن، فتهتز الطبلة مما يسبب اهتزاز العظيمات الثلاث، ومنها يقوم العصب السمعي بإرسال هذه الموجات إلى الدماغ أو المخ فأسمع الصوت. تاني أبطال، هذا يمثل تركيب الأذن. أول شيء عندي صوان الأذن، بعد القناة السمعية العظيمات الثلاثة، هذه القوقعة وهذه طبلة الأذن وهذا العصب السمعي. كيف أسمع الصوت؟ يقوم صوان الأذن بتجميع الموجات الصوتية ثم تمر خلال القناة السمعية ثم طبلة الأذن، فتهتز طبلة الأذن، ثم بعد ذلك تهتز العظيمات الثلاثة، فينقل العصب السمعي هذه الاهتزازات إلى المخ. زي ما قلنا إن ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الأجسام المحدثة له. يبقى الحين عرفنا كيف نسمع الأصوات. زي ما قلنا يا أبطال، الأذن عضو السمع في الإنسان، يقوم صوان الأذن بتجميع موجات الصوت وتوجيهها عبر القناة السمعية نحو طبلة الأذن، فتهتز الطبلة مما يسبب اهتزاز العظيمات الثلاثة داخل الأذن، ومنها تقوم الأعصاب بنقل هذه الاهتزازات إلى الدماغ أسمع الصوت. آخر شيء أبطال، زي أحافظ على أذني. رقم واحد، لا أقوم بإدخال أي جسم صلب فيها. يبقى رقم واحد عدم إدخال أي جسم صلب فيها حتى لا يؤثر على تركيبها. رقم اثنين، تجنب سماع الأصوات العالية. رقم اثنين أبطال، تجنب سماع الأصوات العالية. ثلاثة، مراجعة الطبيب عند الإحساس بالألام فيها. وكده يبقى هنا درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.